بسم الله. يلا بسم الله. مالك هدايا؟ مش تاكلي ليه؟ مش جعانة دايما. ماشي. في ايه يا هدى؟ انت عيانة ولا ايه؟ انت تقريبا موقفة اكل خالص. مالك؟ ترون؟ في ايه يا بنتي؟ مش كده؟ انا مازال ما بيتحركش، مش عارفة اخس. يا شيخة خضتينا. هادي أول مرة تحصل؟ أيوة بس المرة دي مش قادرة، معرفش ايه اللي جرالي. حبيبتي اتس اوكي، عشان لسه التمرين مش جامد. اتس اوكي. كده هيمشوني من المنتخب. انت حمار يا حمار. محدش يقدر يمشيك يا هبلة انتي. انتي ناسية انك بطلة أولمبية ولا ايه؟ هو انت نسيت اللي اتقال في المؤتمر؟ هم عاملين حسابهم ان انا مش هكمل. هو صحيح مين اللي كان قال الكلام ده؟ معرفش، قاله صحفي هو اللي قال في الخبر. بس هما كده كده مش عايزين نطلع الوزن اللي فوق، وانا برضو حاسه انه كتير. طيب ممكن بقى نسيبنا من شغل العيال ده، كلي اي حاجه خفيفه. يلا اطلب لك بيتزا. جود ايديا. فكره حلوه. يلا بقى عشان خاطري. وبعدين يا ستي هنروح وهنبقى نقعد نتكلم معاها. يلا معلش يا جماعه، انا فعلا ماليش نفس. برضو